على خاطر الإنسانية هي الحاجة اللي تقعد للخلود. وما زلنا نسمع مواقف مزيانة مؤثرة اللي صارت مؤخرا في كلية العلوم بتونس. الموضوع دار برشا وتشيف والناس حكيت عليه، موقف يستحق كل الاحترام مع طالبة منال شنين، عطات من جهدها من وقتها من روحها باش تحضر الدكتوراه في العلوم الجيولوجية، لكن وفاها الأجل وتوفيت قبل ما تناقش الأطروحة. قرر الأساتذة في كلية العلوم أنه يقوموا بمناقشة الرسالة وإسنادها الملاحظة اللي ياما وياما حلمت بها وتعبت وفي الأخر استحقتها يرحمها. احنا معنا الأستاذ المشرف على الأطروحة الأستاذ محمد السوسي اللي نقولوا له شكرا ليك، يعطيك الخير، برافو على اللي قمتوا به انتوما أساسا وخممتوا به. ونحكيوا معاه على العملية كيفاش حبوا يقوموا بها وشنو حبوا يقولوا كنقولوا أن تيتر بوستوم يقعد في الأخر. مرحبا، صباح النور، تحياتي. مرحبا، أهلا وسهلا بيك. خلينا نعرف الملاحظة نتيجة أطروحة المرحومة منال في الأخر شنية هي، خلينا نبدأ من هون. أولا بارك الله فيكم على الدعوة، يعيشك، ونحب نعتذر لكم ولبعض الإذاعات الأخرى اللي في الأسبوع الفارط كان غير ممكن وأن نتحدث على الحدث ولم يقع إنجاز في كلية علوم. دونك معك استسمع هذا سؤالك. نمشي كما قلت أنت من الآخر، يعني الملاحظة كانت تريزو نغاب لكن مع فيليسيتاسيون إكريت بيغوري، وهذا معناتها قبل نقوله يعني تريزو نغاب لابد فيليسيتاسيون أورال، و مش ديما نعطيو فيليسيتاسيون إكريت. والمرة هذه قمنا به لأنه العمل جبار ونتناول هذا من بعد. هذه بالنسبة لنتيجة المناقشة. الموضوع لو كان تذكرنا فيه بالنسبة للأطروحة شنو بالضبط للدكتورة هذه؟ مش نجيب على أجيب على السؤال تاعك، أما نحب من الأول ساعة نحط الأمور في إطارها، لأنه برشا ناس تسألت على رمزية تقديم فهمت يعني عمل بصيغة بعد الوفاة. هذا ما هوش غريب على أوساط جامعية في العالم والأوساط ثقافية، أما نادر عنا في تونس. وهذا كان ممكن أن نقوم به لأنه السيد العميد مشكور ورئيس الجامعة من اللي تناولت معاهم المسألة في البداية عبروا فهمت على القبول بهذه فهمت يعني الفكرة. وهذا ما كانش نجم يكون في ميدان العلوم الصحيحة، لأنه في الأداب وفي برشا أشياء ميادين أخرى يمكن بعد الوفاة أن الإنسان يقع طبعا فهمت العمل بتاعه وتحت يعني مسؤوليته وأتيتر بوستوم بعد الوفاة. لكن يبدأ عمل علمي في العادة احنا نقيم الأعمال العلمية قبل فهمت يعني النشر بتاعها في نشريات عالمية أو حتى الإجازة للدكتوراه في حد ذاتها تنجم يعني يقع فهمت يعني النشر نتاعها. دونك هذا ما كانش نجم يكون لو منال ما أودعتش الأطروحة نتاعها يوم 12 نوفمبر 2022، يعني وقتها احنا كملنا كل العمل وقدمت انا التقرير تاعي على انه العمل جاهز للمناقشة. وهي في حتى العمل اذا مش يقع وقع تعيين مقررين اثنين بعد الوفاة يعني نتاعها في ديسمبر، هي 31 ديسمبر 49 يوم بعد ما أودعت الأطروحة. يعني هذا مهم أنه يعرفون الناس لأنه علميا يلزم نقيم. إذن قاطعين مقررين اثنين من جماعة بنزرت ومن جماعة جابس، ثم وقع يعني تعيين اللجنة ككل بأساتذة أخرين من كلية العلوم وزائر من فرنسا. إذن هذا مهم لأن وقع التقييم والنقاش فهمتي أهم النتائج العلمية اللي حبيت أنا نأمنها في الأطروحة. وكانت هل الأطروحة وقت اللي ناقشتها تمت بحضور العائلة؟ هل كانت مغلقة بحضور من عشر؟ لا بالعكس، لا بالعكس، القاعة كانت ممتلئة
بأساتذة من كل أقسام كلية علوم، وعدد كبير من الشباب الطالبين من ما عرف ملال أو سمع بها بعد الحادث المؤلم. حضر أيضا الكثير من الأساتذة من أهل الاختصاص، أي من اختصاص الأحواض الرسوبية وتحليل الحفريات، وأخص بالذكر، أريد أن أخص بالذكر من المؤسس الأول للمخبر اللي أنا أديره الآن، وكان هو أيضا سباقا في العمل اللي في الجهات اللي خدمت فيهم في امتياني منال، وهذا أفلج قلوب الزملاء في امتياني الكل، والشباب اللي تعرف على الشخص هذا، والعائلة أيضا، والعائلة اللي كانوا حاضرين. حتى هو مصعب موقف، مصعب موقف، قلت إن هي توفيت بعد قرابة 40 يوم اللي حطت الأطروحة متاحة وكانت كتبتها، توفيت قلت لي في حادث هكا سمعت صحيح؟ حادث مرور، حادث مرور مؤلم، معناتها في طريق منبسطة، يعني شفت التصاور، يعني ما كنتش وقتها في تونس، شفت التصاور منبسطة في رام بلا، لكن في برشة دورات، وكم أكره من قبل، أنا أكره في بعض الأجزر تبدأ بالتيران بلا كما قرق نظيره، لكن الطرق تبدأ دائرة وما فماش علاش حقا تبدأ مستقيمة، هنا ما دي أمور معناتها تنجم تعرفوها أنتم قارة وكاو شكولة ساعتها وذيك شكتب بربي وربي يرحمها وينعمها. ربي يرحمها وينعمها كما قلت أنت وكاو. أي قلت لكن القاعة كانت معبية ونقشتها، ونتخيل رأي لحظة صعيبة لو تروحها هذية بحضور الناس الكل، لكن معناها كيفاش انتوما من الأول الفكرة كمشرفين أنكم هكا تلميتوا وقلتوا يلا يزمها تتناقش الأطروحة هذية بعد شقاء وتعب سنين؟ لا، كما قلت لك أنا ناقشت المسألة من الأول مع المسؤولين، فهمت، على الجامعة، معز شفرة رئيس الجامعة، وسي نور الدين العمدوني عميد الكلية، لأنه فما أمور كما قلت لك كانوا معناتها إدارية البروسيسوس يزم يكمل. فوالا بالنسبة لكم أنتم ما وخرتوش، العديد من الأساتذة ما يعرفوش المسألة، لكن بعامل الوقت وتوا العباد زي ما تنزع على هذا المنوال، خاصة للأعمال اللي كملت على الأخر، فهمتني، وصار ترى قبل في كلية العلوم احنا، لكن ما هوش كيما وقت توا تشوف توا الفيسبوك والكل يقع الإشهار لكل شيء. أكيد، وهذا اللي صار بالنسبة للعائلة، وما حليش منها حتى نتخيل ذكرى وتكريم لروحها هي بالنسبة المنال وشنو خدمته، وحتى لعائلتها من بعد في خروج وقتها قدام الطلبة، كانت اللحظة نتخيل ما هيش سهلة بالنسبة ليك. لا، اللحظة كانت سعيدة ياسر، أنا ما كنتش نتصور روحي وأني مش نقدر معناتها وأني ماسك فهمتني وعمل ليموسيون، وقمت بتقديم فهمت العمل في قرابة 40 دقيقة، وكانت القاعة معبية برشا من الناس، من جيولوجيين من غير جيولوجيين، وكيفت المداخلة نتاعي بالنتائج العلمية نتاعها اللي كيبلي ساعات ميفهموها المختصين، لكن قدمت العمل نتاعها في إطار من البداية كيف كانت الفترة الزمنية اللي تخدم عليها منال اللي هي العصر الكريتاوي الأسفل محسوب 150 مليون سنة التالي، وحطيت الكرة الأرضية كيفاش كانت في الفترة هذيك، ثم من بعد تناولت العمل نتاعها بطريقة في بعض الأحيان معقدة لكن مبسطة، وفهمت القاعة الدور اللي نعمل فيه احنا الجيولوجيين، واش نحبوا كي نبدو نخرجوا للجبل ونشوفوا الحجر ولوحوا الحجر اش نعملوا بيه، لان فهمتنا نفركسوا في حفريات، نفركسوا في معلومات اللي تخلينا في نفس الوقت نفهموا في الكره الارضيه كيفاش قاعده تتطور، وكانت دائما تتطور ونسوى قاعده يعني تتطور، شفوه وفهموه بطريقه بسيطه وبسيطه جدا، إلى جانب وأنه الجانب المهم في الجيولوجيا، وأنه ما تعرفوا أنتم يعني الأشجار فيها برشة في مواد معدنية، فيها برشة في يعني وهذا اللي كان وهذا من الأهمية في الوقت الحالي هذا بالذات، صحيح في الوقت الحالي هذا بالذات اللي الناس الكل وليت تفهم وتقرأ وتشوف وتتمعس، وخاصة بعد ما صار مؤخرا في الجهة الساحلية في المنستير. الأستاذ المشرف على الأطروحة محمد السوسي، تحياتي ليك، ربي يعطيك الخير، ربي كثر منك الناس، خاطر اللحظة الصعيبة برشا، وانت كيفاش وقفت فيها، نتخيل حتى بعد مناقشتك حتى ما الجوغي يعطى
وكمل وعطى الى ديكلاغي بالنسبه لي هي وشنو هي الشهاده راه حتى باش تصفق صعيب حتى كتصفيقه شنو حصلت ميمتها وشنو حصوا عائلتها. هذه اللحظه اللي حابين نرجع عليها اليوم مع ضيفنا. خمسة ثواني استاذ وي تفضل. ديما نقول للطلبه نتاعي والمناشكه اللي تعرف هذا وكانت مثال لهذا. انا نمن بثلاث حروف بالعلم نمن برشا حاجات اما خاصه بالعلم والعمل. العلم والعمل هذو من القيمتين اللي حاجتها بيهم في ثاني البلاد توا باش تنهض. ومنال كانت مثال وخصصنا لها موقع في المخبر بتصورها بالشيء اللي كانت تخدم فيه كل شيء موجود كل شيء موثق باش معناتها تبقى الى الابد منذ احنا وتبقى منال. شكرا ليك يلا شكرا. نتمنى هذه الرساله الاخرانيه تكون وصلت وراجعين معكم في صباحنا ويكاند على الكيف. وصعيبه ترانزيسيون تاو باش تعدى من فقره كما هذه الفقره قبل الاخيره باش نختموا بها فيما بعد مع المرشي مع نودي شرف الدين. قبلها نمشيو معكم ستار ترانز.